رجعنا لكم مرة تانية بقالها كتير غايبة عننا، بس احنا مسامحينها لانها بتمثل بلدها في معارض كتير ليها علاقة بالقراءة والكتب ودور النشر، فاحنا عذرينها هنلتمس لها العذر بس مش هنديها لها العذر دي تاني. هلا عمر النهاردة مشرفانا ونورانا، هتكلمنا عن برج الحمل. ما مش معقولة يعني هانت تو ماتش. يس يس خلاص نميتي دولارات ويوروات قد كده. عايز اقول لك صرفت بيخليهم بعد كده يقبضوكي بالمصري عشان الدولار بينزل. احنا بنقبض بعمله البلد. اوكي كل بلد. اخبارك ايه؟ الحمد لله. حلوه الشياكه والاشارات الجميل ده. ثانك يو حبيبي، منوره يا روح قلبي. قول لنا بقى برج الحمل ده انظامه. برج الحمل ده يا سيدي من 21 مارس ل 20 ابريل. ده برج ناري. طبعا كلنا عارفين ان كوكب اورانوس كان موجود بقاله عنده سبع سنين عجاف، مشي يوم 7 مارس، ومفروض ان هو الطاقة بتاعته اللي هي عملت حالة التغيير والانقلاب في كل شيء المفروض خلاص بقى كده. أوكي. يعني براءة. طيب خلينا اقول لكم ان العلامة اللي ورا هالة دي، الارضين اللي هناك دي العلامة بتاعت برج الحمل، عشان تبقوا فاهمين احنا حاطين ايه بالظبط. ايوه يعني. بينطحوا. ابن اخويا اصل برج الحمل مجنني. معلوش كبير. طيب. لا ملوش كبير ليه؟ ده حتى في علم الاسترولوجي مسميينه ذا انفنت اوف ذا ايوه عشان هو طيب، واحيانا بنسبه كبيره عقبال لما ينضج بيبقى ساذج. ده مش ساذج خالص. لا اكيد مش برج. لا يبقى اسندنس حاجه ثانيه. يبقى البرج الصاعد بتاعه حاجه ثانيه. وبعدين مع التجربه والنضوج بيتعلم بقى، بيبقى ناصح يعني. قولي لي بقى ايه الرجاله ايه والستات ايه وكده يعني، وطريقه التربيه بتاعتهم تكون ازاي اللي عنده طفل الحمل. الطفل الحمل لا ياتي بالنقد، عايز يديك اكتر ويبقى عنده عطاء اكتر ويجود اكتر في المذاكره وفي الاخلاق وفي كل حاجه بالتشجيع. أوكي. لو انتقدته هيعند وهياثر على السلف استيم بتاعه. اوكي. في الطفولة لازم دايما يدعم بالتشجيع طول الوقت، ما يتعاملش مع هو طفل عنادي زي البيبي بالظبط، لازم يفهم. فلو ما ينفعش يبقى لأ يعني لأ، أو يعني ما ينفعش. أوكي. ده بيعمل حاجة عنده جواه، بيحب دايما يتشجع علشان ما يحصلش عقدة جواه نفسية تفقده السلف استيم. السلف استيم يعني مش الثقه بالنفس، الاحساس بالذات. ايه تاني؟ بالنسبه لبرج الحمل، برج طيب جدا وعطاء جدا، التربيه بتاثر في عطائه. يعني ممكن لو هو عاش طفل يعني مش مدلل، مش متهان عاطفيا، بمعنى ان هو ده هيبقى عنده حاله عطاء دائم. الانانيته فيما يخصه، يعني هو مش هيبقى اناني عشان ياخد حاجتك، لكن يبقى اناني لحد ما يحقق هدفه. اوكي. طبعا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، احنا اتفقنا من 2011 يا شريف لو تفتكر. وانا هنساكي في 2011. قلنا ان احنا داخلين البشرية داخلة في مرحلة انتقالية كبيرة، مرحلة بنيلة بنيلة. لا هتبقى أحسن إن شاء الله، هتبتدي تبقى زي الفل. أنا ملاحظ. الحقيقة يعني هي كل القصة إن إحنا اتفقنا إن الكواكب بقدرة ربنا وأماكنها وتحركها وحساباتها الإلهية بتغزل الأحداث عشان توصل لنتيجة ما. صحيح. النتيجة ما دي تاريخية. فاحنا عندنا كواكب كبيرة بتقعد في أوقات كبيرة جدا بتعمل أشياء هندسية اللي بيها بيحدث أحداث وبالتالي ينتج نتائج إيجابية. أوكي. خلاص قلنا الكوكب نبتون اللي هو كوكب الروحانيات ده بقاله 18 سنة ولسه مكمل في الحوت بيته، وده الكوكب اللي بينقل الناس من مرحلة التطرف لمرحلة الاعتدال. يا رب هيحصل، ربنا يدينا العمر والعافية ونفضل سوا
والبرامج تفضل شغاله وهنوصل لها سوا باذن الله. ربنا بس يدينا الصحه يا والعافيه رب. امين يا رب العالمين. هتنهي ده الى جانب كمان ان نبتن ومكانه في بيته بيبص طاقه ما بقدره ربنا مخليه الناس يروحوا ناحيه التسامي. هتلاقيها على المستوى اللي حواليك، على مستوى نفسك. مكانه هو بالنسبة لبرج الحمل، لو بنتكلم على برج الحمل، يبقى في البرج ال 12 اللي هو بيت الروحانيات. بيت الروحانيات ده بيخلي أصحاب برج الحمل يتعرضوا لأحداث تخليهم يسمو فوق المستوى العادي بتاع الواقعية الشرسة. حتى إلى حد إن السنة دي إن شاء الله بعد الجفاف اللي كان موجود السنوات الماضية في تطور عملي عند أصحاب برج الحمل. الطاقة حلوة في بيت العمل والطاقة حلوة في بيت المال، لكن لازم نقول لهم لازم يعملوا زي معادلة يعتدلوا فيها في عطائهم اللي هو الخيري. لأن هم عندهم صراع رهيب جدا ما بين إن الناس تستحق وما بين المصالح والمرحلة العملية دي. طيب اوكي، هنكمل اكتر واكتر عن برج الحمل، بس ناخد فاصل ونرجع ليكي مرة تانية نتكلم عن برج الحمل. فاصل ونرجع لكم، اوعوا تروحوا حتة، خليكم معانا لو سمحتوا. بنكمل كلامنا عن برج الحمل مع هالة عمر النهارده، وقالت لنا ان هو برج عنادي وما يحبش حد ينتقده. صح كده؟ طيب اخبار بقى الصحة، المال، العلاقات الأسرية عنده السنة دي؟ هو السنة دي نمرة واحد بالنسبة له العمل، المهنة، وده اللي عامله حالة الصراع ما بين روحانياته وما بين الحياة العملية اللي يشوبها مصالح وماديات وأنانية وواقعية والذاتية في العمل وكده. فده الصراع اللي ما بين الاتنين، لكن هو نمرة وان بالنسبة له، نمرة واحد العمل. يلي بعد كده الحالة الأسرية ما فيش فيها أي نشاط كوكبي، فالمتجوز متجوز والعازب عازب واللي بيحب بيحب هو يعني. مشاعر أصحاب برج الحمل كان بيت الحب من زمان فاضي خالص، وابتدى يتحسن من 2016، ولكن هو الطاقة حلوة جدا فيما يخص المشاعر، لكن المزاج بيتغير بسبب الروحانيات وبسبب العمل. فهو عنده التلات زوايا في حياته السنة دي متلخبط شوية ما بين التلات حاجات دي. بالنسبة للأطفال، أطفاله كويسين، بيت الأسرة والأولاد وكده الحمد لله كله تمام. التغيير لو هيحصل إن شاء الله تغيير في البيت، يبقى الطاقة أفضل طاقة كويسة في التجديد والديكار وكلام ده، تصليحات، بيبقى في شهر إن شاء الله مايو. الانتقال من العزال وكده مش مستحب السنة دي. ده بالنسبة للطاقة المتاحة، والله أعلم يعني كل واحد زي ما اتفقنا دي طاقة بكل قدره، كل واحد وقدره. صحيح. بس الطاقة اللي بتشجع الموضوع ده هو شكلها كده. بالنسبة للصفات لأصحاب برج الحمل، لازم ننصحهم ان هم يكونوا أكثر تنظيما وأكثر تطورا، لأن اتجاهاتهم الروحانية عالية وبالتالي إبداعهم عالي. اللي ملخبطهم عدم نظامهم. فهم عشان ناريين مهايبرين، ما بيزهقوا جدا من التفاصيل. في الجواز مين بيليق معاهم؟ الحمل بيليق مع الناري اللي زيه. رغم الأسد؟ ان الحياة الأسد والقوس. بس ده هيولعوا في بعض. ما انا لسه كنت هقولك، لازم ايقاعهم واحد. ما احنا اتفقنا لو اتاخد اي عنصر تاني لازم يبقى البرج الصاعد ناري. فما ينفعش نتفق ونقول فلان وفلان، احنا بنقول لحد البرسنتج الاعلى يعني. لكن برضو بيتفق مع الهوائيين اللي هو الجوزاء والميزان. الميزان بيت الشراكه بتاعه يعني. ينفع جدا. ليه هوائيين؟ عشان دول بيبقوا على نفس المستوى الذهني. رجال الحمل عصبيين وغيورين، عندهم بيحبوا حاجتهم، بيحبوا يعني عندهم حب امتلاك. وكذلك المرأة، إلا في حدود برضو التربية.
يعني لازم التربية أساس يا جماعة، التربية بتنبت البذرة الحلوة اللي موجودة في كل صفة، ولو وحشة بتطلع البذرة الوحشة اللي موجودة في كل البشر. احنا اتفقنا ان احنا شوية شوية تراب فينا كل انواع المعادن، فينظف الألماظة ينظف الصفيح. فهي وعلى فكرة دي حاجة التربية سهلة مهمة قوي قوي. انك تنظفي الألماظة، وحاجة سهلة قوي انك كل البني ادمين تبقى زي الألماظ، وصعب قوي ان البني ادمين يبقوا زي الصفيح، بس هما اللي بيحطوا نفسهم ان هم يبقوا صفيح. التربية، التربية طبعا ما بقول كده، التربية والبيئة واحنا والأداء بنقول ألماظ وصفيح، وقدوة واحنا بنقول ألماظ وصفيح ايه، وتفتكروا احنا بنتكلم عن الغنى والفقر؟ لا بالعكس لا بالعكس، ده في ناس بتاكلها بدقة وايه معدنهم الماظ بيتحطوا على الراس، وفي ناس كل يوم ياكلوا الأخلاق، فته أخلاق محلوله بس هم صفيح مصدي. حقيقي، الأخلاق، الأخلاق مهمة الاخلاق أوي. طبعا دي اهم حاجه في الدنيا. طب في حاجه تانية نختم بيها؟ كل اللي انا طالباه من اصحاب برج الحمل ان هم يخلوا بالهم، لان كوكب اورانوس دخل برج الثور، وبالنسبه لبرج الحمل ده بيت المال، واحنا اتفقنا ان كوكب اورانوس ده كوكب المفاجآت والتغيرات، فممكن تيجي فلوس كتيره جدا فجأة، وممكن يحصل جفاف جامد قوي. يا رب تيجي فلوس. فما هيجوا الاثنين ان شاء الله. فلو نعمل حسابنا عشان اصحاب برج الحمل طموحين ومندفعين ومصرفين وكرمة، بس لازم يعملوا حسابهم ان الله ربنا فرج، بس ده مش معناه ان احنا ما نعملش حساب الفترة اللي ممكن يحصل فيها طاقة جفاف. أرنس تقفل شوية. صحيح. بس لا شك، لا شك ان شاء الله ان بعد 7 سنين من وجود أرنس في التور، الحالة المالية بتاعت أصحاب الحمل هتبقى مختلفة. منهم وشغاله من مرض للتاني. اسكت بقى، الله ما هي اكبر. حالة جفاف دلوقتي. جفاف، أنا لسه عندي أمل. بشكرك يا هاله، ما ميرسي يا تغنيش حبيبي. علينا وسلمي على لا عيلتك هذا كلها بقى خلاص، بليز. وأنت كمان. نورتيني، باي اشكرك، باي، بشكر ميرسي. هاله عمر على وجودها معانا النهارده. يا رب تكونوا اتبسطتوا عندنا، واستنوا بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي.